الكرة يتقدم من هناك عواد، عواد عند الكرة، عواد ماذا يفعل؟ يفتي، ولكن حارس خوفي شوشي في المكان المناسب بعد قطفة مقوسة من عواد محمد الأمين. نشاهد اللقطة معادة. نعرفوا عواد لما يكون عنده كرة بالخطأ إلى أحد لاعبي جمع مولودية الجزائر، قطفة ولكن ضعيفة ولا تشكل أي خطر من ولد. بينما في تفتك الكرة من هناك من جانب بن قبلية، ماذا يفعل بالكرة بن قبلية؟ ولكن يسبق الكرة فوزي شاوشي في المكان المناسب، فوزي شاوشي في المكان المناسب وينقذ فريقه من هدف محقق بعد ما أخذ الكرة، اقترس الكرة مهاجم جمعية وهران، ولكن فوزي شاوشي في المكان. حشود عبد الرحمن استعد لحظة التركيز. حشود ماذا يفعل؟ حشود يتقدم يسدد ولكن بعيدة عن الحارس قرع. تيبا يحاول يراوغ بتيبا يراوغ يكثر من المراوغات، يسدد وفوزي شوشي، فوزي شوشي في المكان المناسب. وكذا الشأن بالنسبة لمولودية الجزائر، بينما وليد درارجة من هناك ماذا يفعل؟ يسدد وليد درارجة وخطيرة على الحارس قارة، إن لم تكن في الشباك فهي على الأقل في الكادر. ينفذ حشود والحارس قارة بصعوبة. ورانو في غير صالح مولودية الجزائر، بينما تتواصل الكرة من هناك، تماسي فايدة مقداد ماذا يفعل بالكرة؟ مقداد يتقدم يمرر الكرة إلى أحد الرفقاء، حشود تعود للكرة، حشود ماذا يفعل بالكرة؟ يراوغ حشود كاد وجه لوجه أن يسجل الهدف السابق لولا براعة الحارس قارة. لما نشوف إعادة اللقطة من مقداد يقذف لكن قارة كان من هناك، عوض سيد أحمد ماذا يفعل بالكرة؟ وجه لوجه مقداد ماذا يفعل بالكرة؟ ويضيع مقداد. جمعية وهران، عنتر جمعوني يوزع وإلى الكرة، الكرة تصطدم بالقائم بعد محاولة سباحزي العابدين. ناسب، تموقع ممتاز، شوف إعادة اللقطة، سباحزي العابدين على الطائر كيما محمد هو.